أعلنت الحكومة التركية فتح معبر باب الهوى الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه بشكل كامل قبل عدة أشهر، لكن المعبر فتح أبوابه هذه المرة لخمس حالات استثنائية فقط، منها لم شمل الأسرة السورية. المزيد في تقرير زكي الإدلبي. لم يمض شهر على إغلاق السلطات التركية لمعبر باب الهوى الحدودي مع سوريا حتى صدر القرار الجديد بإعادة فتح المعبر لخمس حالات فقط، ألا وهي المنظمات الإنسانية ومسافري ترانزيت ولم الشمل ومن يمتلك جنسية تركية، بالإضافة للمرضى والحالات الإسعافية. حيث بدأ الجانب التركي من المعبر ومنذ اليوم الأول لصدور القرار باستقبال مسافري ترانزيت مبدئيا، فيحق لمن يمتلك تذكرة طائرة أو فيزا أو موعدا مع سفارة بتقديم طلب دخوله عن طريق إدارة المعبر من الجانب السوري حصرا، فيسمح له بالدخول لمرة واحدة فقط. بالأمس الحكومة التركية أصدرت قرار إعادة فتح معبر باب الهوى أمام الحالات الاستثنائية التالية. الحالة الأولى هي ترانزيت. الحالة الثانية هي بتخص المنظمات الإنسانية المرخصة في تركيا واللي لها نشاط إغاثي وطبي وإنساني داخل سوريا. لكل منظمة بحق لهم خمس أشخاص إداريين يعبروا عن طريق معبر باب الهوى مرة واحدة بالشهر، عدا عن المنظمات الطبية المعتمدة فالأطباء الموجودين فيها ممكن تقديم طلبات لهم ويعبروا يوميا. بالنسبة لباقي الحالات التي يسمح لها بالدخول سيتم العمل على إدخالها في الأيام القليلة القادمة، كما أوضح مكتب العلاقات التركية السورية والذي يعمل على تنظيم آلية تسجيل طلبات لم الشمل للعوائل السورية والمساعدة في تقديمها بشكل قانوني. إجراءات لم الشمل: مقدم الطلب لازم يكون معه كملك تركي وإثبات وجوده من خلال ورقة من المختار، بيقدم الطلب وبيرفق فيه صور جوازات بقية أفراد أسرته مع دفتر العائلة مترجم للغة التركية. إذا ما في صور جوازات بإمكانه يترجم الهويات السورية ودفتر العائلة شيء أساسي، ونحن كمكتب علاقات تركي سوري مننظم هذا الطلب وبنرفعه لإدارة معبر باب الهوى بالتعاون مع الأخوة في إدارة معبر باب الهوى من الجانب السوري. وبهي الحالة هاي إن شاء الله تعالى متوقع بعد أسبوع 10 أيام أن تبلش دفعات لم الشمل عبورة من باب الهوى. ما إن صدر القرار حتى بدأ توافد السوريين لتقديم الأوراق المطلوبة للم شمل أسرهم، فكثير من العائلات تشتتت ما بين طرفي الحدود، ومنهم من انتظر هذا اليوم طويلا حيث منعوا من الدخول سابقا كونهم لا يحملون جوازات سفر نظامية. أنا حاليا في مكتب العلاقات التركية السورية، وأنا هلق جاي لهون مشان ألم الشمل، شمل أولادي. صار لي هلق سنتين ما شفتهم خالص، وبسبب لأن ما عندهم جوازات سفر، والمعبر كمان مسكر، وأمور الحدود كمان مشان الجندرمة والعسكر. وجينا هون على المكتب حاليا وقائم هلق بإجراءات الأعمال لم الشمل على موجب الهوية ودفتر العائلة. يعتبر قرار إعادة فتح معبر باب الهوى الحدودي للحالات الاستثنائية حلا جزئيا لمشاكل الآلاف من السوريين الذين ينتظرون دخولهم إلى تركيا، كما جاء قرار لم شمل الأسرة السورية ليخفف العبء عن الكثيرين وخاصة في هذه المرحلة والتي بات فيها الموت ملازما لرحلة العبور الغير شرعية. زكي الإدلبي، أورينت نيوز، الحدود التركية السورية. ينضم إلي الشاهر السماق مراسل أورينت نيوز من معبر باب الهوى مباشرة من هناك، وأيضا ضيفي من اسطنبول كمال بيات لكاتب ومحلل سياسي، ومن الريحانية محمد النعيمي مدير الرابطة السورية لحقوق اللاجئين. أهلا بكم ضيوفي. أبدأ معك شاهر، الحركة عند معبر باب الهوى خلال يعني بعد صدور هذا القرار والحالات الخمسة الاستثنائية التي يمكن لها أن تعبر. نعم، نحن الآن متواجدون في معبر باب الهوى الحدودي بعد أن كان معبر باب الهوى مغلق لأكثر من شهر من قبل السلطات التركية، الأمر الذي وجه باستياء من قبل السوريين. عادت اليوم السلطات التركية بقرار فتح المعبر مع تحديد من هم من السوريين يحق لهم الاستفادة من هذا القرار. طبعا لدي تعليق على تقرير الزميل زكي هنا كما علمنا من إدارة معبر باب الهوى أنه بالنسبة
الترانزيت بمن يحق لهم لم شمل عائلاتهم من هم متواجدين في تركيا ويحق لهم لم شمل عائلاتهم. طبعا هذا الأمر كان مسموح لمن هم خارج تركيا في دول خارج تركيا، أي أن دولة تركيا هي عبارة عن ممر لهم. طبعا من هم موجودين داخل تركيا لا يحق لهم حاليا أن يلموا شمل عائلاتهم وإدخالهم إلى تركيا. بالنسبة لموضوع المنظمات أيضا، إذا بتعيد هالنقطة، يعني هو القرار له علاقة بلم الشمل بمروا من خلال تركيا وبيروحوا على الدول اللي عوائلهم الموجودة فيها؟ هيك؟ لم الشمل هو ليس للعوائل الموجودة داخل تركيا. يعني إذا الوالد موجود في تركيا أو أحد أفراد العائلة لا يحق له لم شمل العائلة إلى تركيا، وإنما في حال كان هو من خارج تركيا، يعني موجود في السعودية، في دول الخليج، في أي دولة أخرى، يحق له طلب لم شمل عن طريق السفارة الموجودة في تركيا. يعني إذا كان لديهم مقابلة أو أي أمر مع سفارة الدولة الأخرى موجودة داخل تركيا، يحق فقط له لم الشمل. طبعا حتى يعني هذا الأمر في هذا الوقت يعني هو تم إيقافه من قبل السلطات التركية مؤقتا. هو المقصود بأنه بحق له الشخص السوري يدخل على تركيا لزيارة السفارة يلي هو من خلالها بده يعمل لم شمل مع عائلته بدولة أخرى فقط. نعم، إما زيارة السفارة أو إرسال تأشيرة أو إلى سفارة الدولة التي هو موجود فيها، ويتم استدعاء العائلة عن طريق السفارة لإجراء المقابلة ومن ثم الذهاب إلى خارج تركيا. يعني هي حتى هذا القرار تم إيقافه طيب. مؤقتا من قبل السلطات التركية، أخبرنا معبر باب الهوى أنه سيتم إعادة تفعيله. المعبر خالي من الحركة؟ نعم، هو خالي باستثناء الحالات التي يحق لها الدخول. هو خالي تماما من حركة المدنيين. نعم، هذا الأمر صحيح، باستثناء الحالات التي يحق لها الدخول. حتى المنظمات الإنسانية، المنظمات الإغاثية، تم تحديد العدد لخمس أشخاص من كل منظمة يحق لهم الدخول والخروج من معبر باب الهوى الحدودي. بالنسبة للمنظمات الطبية، يحق لهم الدخول والخروج دون التقيد بوقت محدد أو عدد محدد. أما بالنسبة لموضوع الترانزيت كما ذكرت، يعني حاليا لا يحق لأي سوري الدخول إلى تركيا إلا إذا كان مندرج ضمن هذه القوائم، منظمة يعني إنسانية، منظمة إغاثية، أو حتى حالات إنسانية. طبعا هذا الأمر لم يحدث عليه أي تغيير. يعني ما زلنا في إطار التضييق على السوريين في هذه الحالة، والحالات اللي ذكرت. نعم، يعني صراحة هو يعني لم يكن فتح لمعبر باب الهوى الحدودي كما يعني هو لم يكن فتح لمعبر باب الهوى الحدودي كما يذكر، هو مجرد تعديل على القرارات التي كانت موجوده. بالنسبه للمنظمات الاغاثيه، كان يحق لبعض المنظمات 15 شخص وبعضهم 3 اشخاص وبعضهم 5. القرار هو فقط لتحديد الاشخاص الذين يدخلون، اصبح الان يحق لخمس اشخاص فقط بالدخول. اما ايضا بالنسبه لمن لديه مقابله داخل تركيا، طبعا هذا القرار كان موجود سابقا لكن الان نعم. بتشكرك شاهر على كل هالمعلومات وكل هالكلام. هاد بنتقل فيه للاستاذ كمال بياتلي. استاذ بياتلي، المتابعون يرون بانه هذا التضييق، يعني ولم يسموه فتح لمعبر باب الهوى امام السوريين، هو نتيجه الصفقه التركيه الاوروبيه. الان السوريون هم يدفعون ثمنها، السوريون المحتاجون الموجودين على الحدود هم يدفعون الثمن الان. تفضل. نعم صحيح، الاتفاق التركي الأوروبي له دور في هذا الشيء، ولكن هناك سبب آخر هو الإرهاب، لأن هناك مجموعات دخلت تركيا وقامت بأعمال إرهابية، اتخذت بعدها أنقرة أو الحكومة التركية مثل هذه القرارات للحد وتحديد الذين يدخلون إلى تركيا. ولكن كل هذه المسائل ليست مبررا لعدم لم شمل العوائل السورية في تركيا. أعتقد أن هذه طيب، ولكن خطوة حتى موضوع أولية يعني يجب أن تليها خطوات أخرى وليس باتجاه واحد. صحيح، نعم صحيح، ولكن الاتجاه الأول هو الأكثر احتمالا. أعتقد أن هذه خطوة أولية
ستجيها على الأكثر خطوات أخرى، خاصة إذا استلمت تركيا المبالغ التي وعد بها الاتحاد الأوروبي والذي لم يبعثها حتى الآن. أعتقد أن هذا الأمر سيتعدل أكثر فأكثر في المستقبل القريب. نعم أستاذ محمد النعيمي، وحضرتك مدير رابطة سوريا لحقوق اللاجئين، يعني هل لديك نفس تفاؤل السيد كمال بياتلي بأنه رح تنفرج الأمور أكثر في الأيام القادمة، ولا رح تكون هاي السياسة التركية الآن خاصة بعد الاتفاق التركي الأوروبي؟ سيد النعيمي، طيب يبدو أنه رح يرجع معنا، إذا رح يرجع معنا بنرجع بناخده على الهواء. نفس الكلام أستاذ بياتلي، يعني التفاؤل اللي حضرتك عم تحكي فيه بناء على معطيات شو؟ هل في يعني تصريحات معينة؟ هل في قرارات معينة عم يتم الحديث عنها؟ ولا هي فقط بناء على أمل بأنه في حال حصلت تركيا على المبالغ التي نوعدت بتسلمها فقط؟ نعم هذا احتمال وارد كثيرا، حتى أن أنقرة هددت قبل بضعة أيام الاتحاد الأوروبي بأنها ستفتح الأبواب أمام السوريين للذهاب إلى أوروبا. لماذا؟ لأن الاتحاد الأوروبي لم يفي بوعوده، خاصة الوعود المتعلقة بالمعونة المالية، وكما نعرف أن تركيا تعاني اقتصاديا هذه الأيام. صحيح. طب السؤال بأنه يعني معاناة الاقتصادية لتركيا هي ليست وليدة اللحظة، هي أيضا كانت موجودة بالسنوات الماضية، لماذا الآن يتم ربط، وكانت فاتحة أبوابها للاجئين، لماذا الآن يتم ربط هذا الموضوع بالحصول على المبالغ؟ لا أدري، ولكن الضيق الاقتصادي تضاعف خلال هذه المدة. سابقا لم تكن تركيا في مثل هذا الضيق المالي، الآن الأسواق راكدة، وكذلك الاتفاق كما قلت لم يتم كما وعد الاتحاد الأوروبي. لهذا السبب أعتقد أن مثل هذه الحالات تشكل ورقة ضغط على الاتحاد الأوروبي لكي يفي بوعوده. نعم. طيب الآن يعني الاتفاق التركي الأوروبي إلى أين وصل، إذا كانت لديك أي معلومات حول موضوع تبادل لاجئ بلاجئ وإغلاق الحدود، عدم السماح للسوريين بالعبور من خلال بحر إيجا ومن خلال تركيا إلى اليونان؟ نعم، الاتفاق كان أو أبرم على عجل، هناك ثغرات كثيرة في هذا الاتفاق. مثلا السوري الذي يراجع السلطات المعنية طلبا للجوء السياسي سوف لن يرحل إلى تركيا. هذا الشيء دفع السوريين الذين لم يقدموا حتى اليوم طلبات اللجوء، دفعهم إلى طلب هذا الشيء من السلطات اليونانية. هذا عرقل الكثير من الأمور. من الذي سيرحل؟ الذي لم يراجع طلبا للجوء، وكذلك غير السوريين الموجودين هناك مثل الأفغان والباكستانيين والأفارقة. لهذا السبب هذه الثغرات، حتى أن المجلس الأوروبي انتبه إلى هذا الشيء وبدأ بمساعي لتعديل بعض الفقرات في قانون الهجرة. نعم أستاذ محمد النعيمي، برجع لك، أصبحت جاهز معنا وأعتذر على الخلل الفني اللي كان موجود. الآن تعليقك بإيجاز إذا أمكن على التحديد 5 حالات استثنائية للسوريين لدخول تركيا، وهذا التضييق يعني فتح معبر باب الهوى لا يعتبر هو فتح بالحقيقي أمام دخول السوريين، ولكنه يعني بشكل جزئي ومحدد ولحالات لن تدخل إلى تركيا أساساً، يعني ترانزيت لم شمل مقابلات معينة وعودة إلا إذا كان في حالات المرضى يمكن والجرحى، وحتى ما عم يكون لكل الحالات.
مساء الخير سيدتي. أولا أريد أن أنوه أن كل القرارات حتى لو اتخذت يعني ونفذت كما يجب ليست إلا هي مجرد حلقة من سلسلة من عذابات السوريين أو السوري إن كان لاجئا ضمن سوريا أو خارجها. دعني أنوه أوضح فقط نقطة واحدة قبل أن ننتقل إلى ما أريد قوله الإجابة على سؤالك. الفرق بين الترانزيت ولم الشمل، لم الشمل للاجئين المقيمين ضمن الأراضي التركية، وهذا حتى لا يلزم جواز السفر في الحالتين، في يكفي بطاقة الكملك من المقيم في تركيا والبطاقة السورية الذي يريد لم شمل عائلته من الأراضي السورية ولا علاقة. بالنسبة للترانزيت الذين يحملون فقط حبي بس أفهم نقطة لم الشمل، لأن مراسلنا قال بأنه لم الشمل ليس إلى تركيا، يلي عنده مثلا بيقدم لم شمل على لدولة أخرى بيقدر من خلال تركيا أن يدخل ويزور السفارة التي يريد لم الشمل إليها مع عائلته. لا هذا الكلام ليس تفسيرا للقانون، مع احترامي لمراسلكم. لم الشمل اللاجئ السوري المقيم في تركيا يحمل بطاقة الحماية المؤقتة الكملك التركي، يحق له لم الشمل من سوريا على أن يقدم أو يترجم دفتر العائلة إلى اللغة التركية ومصدق من النوتر، بالإضافة إذا كان يحمل جواز سفر يقدم جواز سفر، وإن لم طبعا المقصود فيها من أولاده أو زوجته والهوية السورية إن لم يكن هناك جواز سفر. لم الشمل للأجانب هذا ينطبق ضمن قانون الترانزيت، طبعا يحق له لم الشمل عن طريق ترانزيت على شرط أن يكون معه فيزا مصدق على الجواز مع كرت طائرة أو يكون لديه موعد مصدق مع السفارة. دعيني أؤكد نقطة مهمة جدا ربما فاتت ما من سبقني بحال الحديث حول هذا الموضوع. أنا بس بدي أعتذر منك أن المشاكل التي تعيق هذا الموضوع أن تركيا هي دولة تعمل بشكل مؤسساتي. إذا تسمحي لي رولا فقط نقطة أوضح نقطة مهمة جدا، والجانب الآخر هو جانب غير تقني مع احترامي الشديد لكل ما يقدمه الأخوة في المعبر السوري، ولكن هناك لا يوجد تقنية، لا يوجد فهم مضبوط للقانون، فكثير من الأمور يسألون عنها لا يعرفون إجابتها. على سبيل المثال الكرت الطائرة، كيف أنا كلاجئ مثلا أنا في الأراضي السورية أريد لم شمل إلى أحد الدول الأوروبية، كيف أريد قطع تذكرة الطائرة دون أن أعرف موعد دخولي إلى تركيا؟ فلذلك هناك كثير من المواطنين تفوت عليهم هذه الحجوزات بدون فهم تفسير لهذا الموضوع. إذا هناك عدم وجود أكاديميين حقيقيين بهذا الموضوع، وأنا أرى أنه لابد من وجود مهنية تقنية في المعبر. إن شاء الله بالحلقات القادمة رح نتابع هذا الموضوع أكثر معك أستاذ محمد، وبرجع بعتذر منك انه يعني اجيت على الاستوديو بالريحانية وكان في خلل تقني يعني ما قدرنا ناخذ مداخلتك بشكل كامل. محمد النعيمي مدير الرابطه السوريه لحقوق اللاجئين من الريحانية، اشكرك جدا. وكمال بيات الكاتب ومحلل سياسي من اسطنبول، ايضا شكرا على هذه المشاركه. نختم حلقه اليوم بلقطه لراي الشارع السوري بانتخابات مجلس الشعب التابع للنظام. الى اللقاء. يعيش الرئيس علي حسن سلوك.